هني باش نطلعوا للهوم بوكس يعني فيرست فلور، فيها توسكي حاجات تابعة المنزل، لوتا ماكس وفوق هوم بوكس. احنا توا في الاليفيتور، هما الاواني كلها على 3 ريال، الصحن باي حجم 3 ريال، هي حلوة طبق تقديم يرفع 3 لتر، هاو كيفاش تنجم تحطوا الشموع كي تسخنوا تسخن الماكلة، يعني طبق تقديم حلو ومسخ، 69 ريال. لتو هنا والكبير هنا 149 الكبير. هذوما الماجز كلهم 5 ريال، دونك فيهم تخفيض كلهم 5 ريال، ولا هذوما حلوين. هذا زيد كيوت، هابينس ايز جريت سيلفي كيوت، هذا حلو. I love it. حلوين ياسر حلو. This is for sugar, milk, for napkin, for butter. هذا النحاس حلوين، محليهم محليهم محليهم. شو هذا؟ 25 ريال. بون صنع في الهند لا محالة. واو حلوة ياسر، و اون بلوس البرايس نتاعها 3355 ريال، البخي نتاعها زادا باهي. حلاها البيض كاسيميلي كويغ. Par contre, le bit nom تاع الاطفال اغلى من البيت النوم تاع التو بليسز هذيك. هذه حلوه زيد 4430. شو هذه الفرش؟ مش لبيت تطيح. هذه 1550 حلوه الواحد نتاعها. هذه شوف فيها هذيك ريتها 100 مثلا يجي من اللوطا مش كامله. هذه اون بلاس الواحد حلو. شو هاي هذيك كيف باثروم سيت، دونك بيس تو بيسز ب40 ريال. هذوما الباسكت الصغار، دونك نجم تحط فيهم تنجم تحط فيهم المناشف الصغار هذوكم لي سيرفييت دانفيتي. هذوما حلوين من القماش. بون البلاستيك الاسوام رخيصة من 5-7 ريال، والقماش 10 ريال. 10 ريال هذه حلوة ياسر، 10 ريال حلوة هذه.
جي فلاشي سور لي دو تابلو حلوين ياسر. الواحد ب29 ريال. Don't tell them your dreams, show them. ليها انتهينا. عطا لي 3 دوكم كلوك سمح ليهم كي تحطو كي كتلاسة. Donc, les couvre-lits, les parures de lit. Les couettes, on a 50 milliers. Les bottaniers, plaids. La blanquette en anglais. هذو ما بلايت، هذو ما بلايت بلايت بولير وذوكم بلانكت. هذي حلو هذا كويت طلعت كويت. هذي زيادة كويت عرض خاص. هنا توا مزينا كي روحنا للدار ومخرجنا من هوم بوكس وماكس. بالنسبة لماكس خديت له والدي تي شيرت. إن شاء الله نوريهم لكم في فيديو خاص بمشتريات ملابس العيد وملابس الصيف المخصصة لي. الهوم بوكس فرنيتشر ذي فرنيشينج أند مور. خديت منه لهنا باسكتس ياسر حلوين. هذي بالقماش ذي خديت سوس أحجام حجمين مختلفين. خديتهم في التخفيضات. دونك ستراب باسكت خديت الباسكت على هذية 7 ريال في التخفيض، والمستطيلة هذية 10 ريال في التخفيض كذلك. حلوين برشا وبخاتيك. هذوما ان شاء الله باش نحطهم في السال دو بان نتاعي لهنا، باش نحط فيهم لي سيرفييت دانفيتي يكونوا على الشكل هكايا كاينهم على شكل دي رولو. دونك لهنا لي سيرفييت دانفيتي باش كي يجيوني الضيوف يبداو في شكل حلو. وهذايا ان شاء الله باش يكون نحط فيها ان كوفري هكا، كوفري دو جيل دوش اكسيتيرا، يبدا مزين. دونك لهنا ديكوراتيف كيف كيف السال دو بان. And don't forget to put like, subscribe وتفعلوا جرس as usual باش يجيكم كل جديد. واستناوني في دوتر فيديو ان شاء الله. نقولكم توا باي باي.